السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو الثالث من سلسلة الفيديوهات اللي خصناها للمجموعات الميكانيكية المتذبذبة لي زوسيلاتور ميكانيك. بعد ما تطرقنا في الفيديو الأول والثاني للنواس المرن بوندول إلاستيك، يعني فيما يخص الدراسة التحريكية ليتود سينيماتيك والدراسة الطاقية لتود انرجيتيك. Maintenant, on va passer au deuxième exemple. يعني مثال ثاني ديال النواس اللي هو نواس اللي بوندول دو تورسيون. شنو هو نواس اللي؟ ماذا نقصد بنواس اللي؟ بوندول دو تورسيون هو عبارة عن عارضة أو فرس ان ديسك أو عارضة بها دو ماس ماركي، يعني جسمين معلع ولا سحمتين كما تنقولوا بالعربية دو ماس ماركي. يعني عندنا ان كور حالة ثلاثة، عبارة عن جسم حالة ثلاثة. هذا الجسم هذا تيكون suspendu معلق بخيط او بسلك فلزي، فاهمين؟ او هنا 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 كذلك معلق بسلك فلزي. شنو هي الخاصيه ديال هذا السلك؟ هذا السلك هو قابل للالتواء، اللي تورسادي قابل للالتواء، يعني هذا السلك هذا قادر انه يتلوى يدور، اللي تورسادي بالفرنسيه. فاهمين؟ هذا هو اللي كنسميو نواس اللي، هادشي كنقولو طورسيون اللي، باسكو هاد لو فيل إلي طوردو ملتوي كيتلوى، فاهمين؟ طري بيان. دونك هذا كيتسمى نواس اللي. دونك نواس اللي ماشي ديما عارضة، باش نتفاهمو، ماشي ديما العارضة. نواس اللي هو عبارة عن جسم معلق سيسبوندو ان فيل اون اسيي، سلك فيليزي مثلا، فيل ميتاليك، ياك. هاد الفيل هذا الكاركتير ديالو انه قابل للالتواء، الي تورسادي يقدر انه يتلوى. دونك الحركه اللي كنديرو هنا ها هو هاد الفيل بيان سور الي لي لوتر اكستريميتي دو فيل الي ان سيبور فيكس، هي ها هو لو سيبور فيكس، ها هو لو سيبور فيكس هنايا، أو بيان سور لو سيبور فيكس هنايا، فاهمين؟ دونك كيسكون في؟ أون في تورني لا باغ، أو بيان لو ديسك، أو بيان لو كور لاخر، أون في تورني أفيك أن أونجل تيتا، كندورو بواحد لونجل هي تيتا، شو هي هادي؟ يعني تيكون عندي مثلا، كيكون عندي في أو ديبي بحال هكا، عندنا او دي بي تيكون عندي لو سيبور لو فيل اي لا بار على بوزيسيون ديكيليبر، او بيان سا بوزيسيون ديكيليبر، او بيان انا لو ديسك، او بيان لا بار اي لي دو ماس مارك تيكونوا في لا بوزيسيون ديكيليبر، هي اون هذه اللي هي اون بوانتي. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la barre. Ou bien, on décale la barre de sa position d'équilibre par un angle θ. On va décaler la barre de θ. Ou bien, le disque, on va décaler le point M. On va décaler le disque, on va décaler le point M. Yani, un angle θ. Alpha, pardon. La figure, c'est pareil. La même chose. Donc, si on tourne la barre, qu'est-ce qu'on fait réellement? Réellement, on a fait tordu le fil, le fil, au silk. Il y a le waqe, tu veux que je le dise là-dedans, d'ouvrir le winel fil. Quand on a dessiné d'ailleurs, c'est silk, maintenant le frein de la moto par exemple, le silk de la frein de la moto,
واش ديتي ربطتي مع شي حاجه مع شي كابل شي خشبه ولا شي حاجه ولويتي دورتي دورتي الا طلقتي هذيك الخشبه شنو غادير اترجع علاش باسكو هذاك لو فيل نورمالمون حتى هو ظهر تنقولوا الي طوردي التوى دونك الا طلقناه غادي يرجع ليطا انيسيال فا ان فيت il va essayer de revenir à son état initial bien état d'équilibre donc la même chose là donc le fait اننا on libère la barre quand on la barre من هنا ومن هنا اش نو كيوقع ce qu'on appelle une oscillation تذبذب double c'est-à-dire la barre هذا le fil هذا غادي يحاول يرجع la barre l'état ديالها donc غادي دوز من la position d'équilibre ما غاتوقفش فيها لان غتكون عندها واحد الانرجي كبيره غادي تمشي حتى لو موان تيتا غتمشي حتى لو موان تيتا بحال هكا غتمشي حتى لهنايا موان تيتا بوي غترجع بلوس تيتا ان موان تيتا بلوس تيتا موان تيتا بيان سور سي اون نيجليج لي فروتمون الا ما كانوش عندنا احتكاكات دونك هنايا الغروندور كون فا اتيديو او بيان سويفر سي لونغل اون فونكسيون دو طون لونغل تيتا اون راديون اون فونكسيون دو طون دونك هنا اون فا ديكالي لا بار دو سا بوزيسيون ديكيليب بار ان لونغل تيتا اون فا لابلي تيتا ماكس سي لونغل ماكسيمال اي بوي كون اون ليبير لا بار فاش هضرنا على لا بار راه اي كامل هاد لي كار فالابل هادشي تنقول دابا اللي فالابل على كاع لي كا دونك جو ليبير لا بار شنو كيوقع لونغل فا ديمينيي سكيل باس من لو زيرو سيتادير من ليطا ديكيليبر وي غتمشي ليطا لي فالور نيجاتيف سيتادير موان تيتا ماكس هذا اون ابسونس دو فروتمون اي بوي il revient vers theta max moins theta max et ainsi de suite donc c'est un mouvement périodique bien sûr si nous avons des frottements qui s'opposent au mouvement de la barre et en ilké et تعكسوا الحركة ديال ديك العريضة دونك غادي يمشيو من تيتا ماكس تيكون عندنا دي فروتمون دائما تيكونوا عكس الحركه يقدر يكون تاثير الهواء ولا تاثير شي مائع اون جينيرال الفلويد ياك دونك شنو كيوقع يمشي من تيتا ماكس لواحد لا فالور ماشي مون تيتا ماكس روبيان اون فالور انفيريور ا تيتا ماكس اي انسي دو سويت جوسكا لانولاسيون يعني جوسكا روبيان ا سا بوزيسيون دي ديكيليبر هادشي اللي كنا شفنا في الار ال سي هذا كيتسمى لامورتيسمون الخمود فاهمين فوالا دونك حنا غادي نشوفوا هاد لي كا هادو سورتو غادي نهضروا على البيريوديك سون فروتمون ما نهضروش بزاف على ما نهضروش على ليكواسيون ديفيرونسيال المعادله التفاضليه في في غياب في وجود الاحتكاكات اون بريزونس دو فروتمون غادي نهضروا عليها انا نهضروا فقط في غياب الاحتكاكات فاهمين Voilà, donc c'est l'objectif d'aujourd'hui, Inch'Allah, avec la vidéo. Alors, on passe maintenant à l'étude cinématique, Dérasa Tchriki. Donc, Dérasa Tchriki, on a dit le cas de la barre, il est le plus utilisé, bien sûr, donc, il est le plus utilisé. Maintenant, on parle d'un mouvement, au début, quand je trouve, il y a un mouvement rotationnel. Audio. علاش لان عندنا ان اكس دلتا كي باس بار لو سونتر دو دو لا بار ان اكس دلتا هو هذا اي لي كونفوندو افيك لو فيل اون اسيي هذا هو اكس دلتا كونفوندو افيك لو فيل اون اسيي دونك لا بار كدور في لو بلون هوريزونتال لي هو بيربونديكولير على لو فيل فاهمين يعني كاين نوع المستوى افقي ولو في العمودي على ذاك المستوى يعني لاكس دلتا عمودي مطابق مع الخيط او السلك دونك غادي نبداو بالمعادله التفاضليه ليكواسيون ديفيرونسيال حنا دابا الكروندور
كون سوي هو اش هو تيتا المعادله التفاضليه بيان سور هنا يكون عندنا ان موفمون نورمالمون الي اوسيلاتوار ولكن بويسك عندنا هذا الموفمون اوسيلاتوار اوتور دان اكس دلتا يعني اون فا ابليكي لو بي اف دي اون روتاسيون يعني برينسيپ فوندامونتال دو لا ديناميك دون لا روتاسيون ولا اون روتاسيون ولا كنسميو العربيه العلاقه الاساسيه للتحريك او للديناميك اذا كنبداو بالمجموعه المدروسه لو سيستيم ايتوديي هي لا بار العارضه لو سيستيم ايتوديي هي العارضه لا بار Voilà, le bilan des forces. Quelles sont les forces exercées sur la barre? Bien sûr, en commençant par le poids P, وزن العارضة. Le poids, voilà, qui est le centre vers le bas. Bien sûr, la force exercée par le centre de la Terre. Kane, la tension du fil. منساوش لا تنسيون دو فيل تي تي لا تنسيون دو فيل توتر العريضة توتر السلك توتر السلك تنسيون دو فيل et voilà Y a-t-il une autre force? Bien sûr, oui. Alors, parce que si on libère la barre, quand on la barre maintenant, je suis dire la barre. Quand on regarde, je suis qu'elle la barre. Je suis qu'elle la barre. Où est le fil? Il y a un ensemble de forces, sigma F, qui est ma quwet al-irtidad. Famille? Il y a quwet al-irtidad. On ne peut pas se dire. As silk, force de rappel. Famille? Aoula, tasmiwa, mousdawijet, elle est. Parce que c'est un ensemble des forces. Mousdawijet, elle est. Couple de torsion. Voilà, s'il vous plaît, évitez, wahd haja liya, chai et abzef, kelik et le bilan des forces, kijik et des P, T, ou jidilik, MC. Non. M, c'est un moment, hein, machi force. Donc, c'est un moment. Quelle est l'idée P, poids, T, tension, torsion sec, ou j'explique M, mousda ou j'étais. Non, hein, c'est un moment, hein, c'est pas une force. Fais attention. Il y a une somme de F. Il y a une somme de F. Parce que, had la barre, had. Hein? Pour qu'il puisse tourner ou bien osciller autour de l'axe. Mais je crois qu'on adore ou t'es le mustalah et ou tu as fait le haraka diela. Mais je te demande bien, tu as dit le haraka diela ou il en va et vient autour de sa position d'équilibre. Mais je dirais de l'amélie a dit. Mais je dirais de l'amélie. Ouais, vraiment, le fil il va exercer une seule force. Bien sûr, non. Il va exercer plusieurs forces. Plus qu'une force. Le fil va exercer plus qu'une force. D'où, donc, on parle d'un couple de forces. Couple. Imaginez, plusieurs forces pour qu'il puisse tourner là. La barre. Donc, juste mettre sigma F, somme force. Et on nous a dit, couple de torsion. Voilà. Donc maintenant, on fait appel le PFD. Hassan, al-alaqa, al-assassia, l'itrik.
Voilà, d'après le principe fondamental de la dynamique par abréviation, on dirait l'abréviation d'ELO, d'après le PFD, principe fondamental de la dynamique en rotation, que somme des moments égale à G delta fois θ de point. Donc, nous avons trois forces, c'est-à-dire on a trois moments. Donc, le moment de P, plus le moment de T, plus le moment de C égale à G delta fois θ de point. Donc, on sait bien que le moment a pour expression, moment d'une force F égale la force, pardon, l'intensité de la force, fois la distance, peut être plus positive ou bien négative, parce que c'est une grandeur algébrique. Donc, avec D, c'est la distance entre quoi et quoi? La distance, mais ça fait ma beina. Quoi? La distance entre la ligne d'application de la force et l'axe delta. Et cette distance doit être perpendiculaire à la ligne d'application. يعني المسافة دي هي المسافة بين خط تأثير القوة والمحور دلتا. دونك هنا تنشوف هنا بي لو مومون ديالها كيفاش غيكون؟ باش نعرف لو مومون دو بي خاصني نشوفها بارابور على لاكس. كي دايرة بي مع لاكس؟ منطبقين ياك؟ حيت لاكس هو و بي حتى هي مطابقه معاه. اذا شحال المسافه بين بي و لا لين داكسيون دو بي خط تاثير بي و لاكس؟ ما كايناش مسافه، منطابقين يعني مسافه زيرو. دونك غتكون دي تساوي صفر. و الا كانت دي كتساوي صفر، الا كانت دي كتساوي صفر يعني هذا كله غيساوي صفر، يعني صفر في واحد العدد صفر. تي شوفوا تي بالنسبة لنا تي دائما خصنا نهضرو خط التأثير والمحور، تي مع خط التأثير مع المحور، إل سون كونفوندو بيان سور، فوالا كونفوندو مطابقين، لا لين داكسيون دو تي و لاكس دلتا سون كونفوندو، دونك لا ديستونس انتخ لي دو سي زيرو بيان سور، دونك لو مومون دو تي أوسي ليغال أ زيرو، دونك لو مومون دو بي إيغال أ زيرو، إيدام لو مومون دو تي إيغال أ زيرو. هنايا نديرو قلنا لدينا مومون دو بي ايغال لو مومون دو تي ايغال ا زيرو كار لان بي و تي منطبقين مع المحور. كار P et T sont confondus. Avec l'axe delta. Voilà. Donc, Chatlina. Chatlina, qu'est-ce qu'il reste? Il reste le moment de C. Moment de couple de torsion égale G delta θ de point. On sait bien que, on sait que, c'est-à-dire normalement, c'est tronc commun, qu'on dira, MC. Moins C fois θ, c'est-à-dire tronc commun qu'on dira, MC égale à moins C fois θ. Donc, moins C fois θ égale G delta θ de point. D'où Cθ plus G delta θ de point égale 0. On divise par g delta. D'ailleurs, maintenant, on va faire la dérivée seconde. C'est le g delta fois θ égale 0. Et voilà l'expression de l'équation différentielle. Très bien. Voilà, donc, on a l'expression de l'équation différentielle ou bien l'établissement de l'équation différentielle.
Donc, la solution de cette équation, toujours c'est une solution sinusoïdale, et là, la nature du mouvement, c'est un mouvement oscillatoire. Bien sûr. Une fois que tu as l'expression, mathématiquement, la fonction est une fonction sinusoïdale. La solution est une fonction sinusoïdale. Donc, le mouvement. يعني كنقولوا لا سوليسيون حل وحل جيبي والحركه ديالها هي حركه تذبذبيه جيبي. دونك الا قلت ما هي طبيعه الحركه، حركه تذبذبيه جيبي، موفمون اوسيلاتوار بيان سور oscillatoire sinusoïdale, on peut dire sinusoïdale. Voilà. Tu as l'élastique, la même chose l'élastique, il y a une mari, une os, une mari, neuf chez. C'est bon? Voilà. L'équation différentielle, c'est une RLC, c'est تيبقاو تبدلوا غير الرموز اون ليو دو تيتا دو بوان كنا شفنا حنايا اس سي دو بوان المشتقه الثانيه ديال اس سي وعوض السي على الجينيريتا كنا شفنا واحد على ال سي وتيتا هي اس سي غتكون كتساوي سا سي بون غنشوفو دابا لا سوليسيون دو ليكواسيون حل المعادله التفاضليه اللي هو كيتسمى كذلك المعادله الزمنيه حل المعادله التفاضلية la solution de l'équation différentielle اللي كنسميو كذلك بالمعادلة الزمنية l'équation horaire المعادلة الزمنية للحركة بطبيعة الحال donc la solution de l'équation différentielle l'IWA, équation horaire du mouvement. Le mot qui est utilisé, équation horaire du mouvement. Voilà. Donc, la solution, c'est une solution qui s'écrit sous cette forme périodique. Theta de t égale à theta max cosinus de pi t0 t plus phi. Bien sûr, tu as un peu de θ max qui est l'amplitude ou l'amplitude. T0 est la période propre, phi est la phase ou tau. Donc, il dépend de la nature du mouvement ou de la condition initiale. Nir dit la condition initiale. Par exemple, أنا خدنا لو كا يزيال اللي كنعرفوها بزاف تيتا بالغاديون اي لو طون بي سكوند او بيان مينيت ولا على حسب سيبوزون ا تي ايغال ا زيرو لا بار سو تروف ا اون ديستانس ا ان اونجل تيتا ماكس يعني تي يساوي صفر انا جبت لا بار وزحتها بواحد الزاويه تيتا ماكس طلقت لا بار دونك اون سيبوز انا بيان ما كاينش عندنا لامورتيسمون الخمود ما كاينش موان تيتا ماكس دونك كيهبط لا بار كتمشي حتى لموان تيتا ماكس وترجع لتيتا ماكس كدور يعني هذا تذبذب اوسيلاسيون Voilà. Et voilà. La courbe d'Yenna. Dans la courbe, les classiques d'abord, de la courbe. Nous avons un thème de θ max, moins θ max, θ max, moins θ max.
بيان سور نقدروا نعرفوا شنو هي تيتا ماكس من هنايا لونجل شحال جو بو تروفي لونجل من هنايا تيتا ماكس شحال كتساوي بالنسبه لي بي سي هادي ولا تا لي سيونس ما هادي لي سيونس ما ترا شي حاجه اللي باينه تا لي بي سي بيان سور لان تيتا ماكس هي هادي هي لا فالور ماكسيمال تي زيرو سي لا بيريود بروبر ديال T0 et puis c'est les, avec la condition on vient les conditions initiales يعني في détermination de phi تحديد phi تحديد phi كنديرو عند T à T égale 0 θ de 0 égale à θ max cosinus phi parce que 2π 0 الى عاودتنا تي ب 0 هنايا الى عاودتنا ب 0 دو بي ب 0 مشى 0 كوس تيتا 0 شنو هي لونجل ا تي ايكال 0 ا تي ايكال 0 هي 0 هي تيتا ماكس دونك تولي عندنا تيتا ماكس ايكال تيتا ماكس كوسينيس في سي تادير بان كوسينيس في ايكال 1 سي تادير بان في ايكال 0 فوالا هادي لونجل هذا لا ميثود كلاسيك تاعنا نقولها ناخذ نوتر كا لوتر كا اللي غادي ناخذو باغ اكزومبل حنايا مثلا لونجل عندنا في موان تيتا ماكس يا او بيان في زيرو يا زيرو دونك عندنا تيتا اون راديون T en seconde, et non, theta max, voilà, et moins theta max. C'est-à-dire, dès que je l'élastique, là, il y a une méthode. Le marine, il y a une méthode. Je vais mettre le 0, je vais mettre le 1. Bien sûr, theta max, ça m'a fait un muscle, il y a la valeur maximale. T0, il y a la période, phi, il y a un certain nombre de phi. Dites phi. Il y a une différence qui est confessée. Il y a dit phi, à t égale 0. Theta de 0 égale à theta max cos phi. C'est-à-dire theta de 0 égale 0. On a. لدينا تيتا 0 يكال 0 دونك تعطينا تيتا ماكس كوس في يكال 0 دونك كوس في يكال 0 ستادير في يكال بلس او موان بي سور 2 دائما لان الكوس بير زوجي تقدر تكون عندنا بلس بي سور 2 تقدر تكون عندنا موان بي سور 2 يفو ديتيرميني دابا لو سين دو في باش نحددو لو سين دو في الإشارة خصنا نديرو الدالة المشتقة لا ديريفي دونك تيتا بوان دو تي شنو يساوي الشقاق ديالها هو الشقاق ديال الكوس الشقاق ديال الكوس هو موان سين يعني تكون موان تيتا ماكس بيان سور نشتقو ما بداخل الأقواس منساوش سينيس دو بي تي زيرو تي بليس في دونك حنا باش كنحددو تيتا بوان دو زيرو باش كنحددو حنايا في تي ايكال زيرو يعني خصنا نخدمو وفوازيناج دو زيرو باش يجيو الصفر سينيس في دونك كيفاش دايره الدالة بجيو الصفر هاهي شوفوها في الشكل دالة وفوازيناج دو زيرو هي ديكخواسونت تناقصية إذا المشتقة كي غتكون سالبة ياك دونك هنا غادي نديرها بما أن الدالة تناقصية puisque la fonction est décroissante au voisinage de 0 بجوار صفر إذن θ point de 0 est négatif إلا كانت سالبة يعني السينوس كي خصو يكون موجب لأن كاينة إشارة سالبة دونك سينوس في
est négatif, est positif. Est positif, donc phi égale pi sur 2. Et voilà. Allez, demain tu réglé, tu as donné les classiques, je m'en prêche, je suis adjectif. Famine, et non, tu as le de théta. Maintenant, on va parler plus loin, si je veux. Si je vous donne la courbe de théta point, theta point en fonction de en seconde theta point radian par seconde غادي نحاول نرسمو كيف مخصو يترسم على حساب لوكا مثلا باغيكزومبل انا خديت دابا انا خديت هذا هو البوندول ديالي في تي ايغال ا 0 لا بار سو تروف ا ان انغل تيتا ماكس بيان سور جو ليبر تي ايغال ا 0 ديال تي ايغال ا 0 دابا لا بار سون فيتاس انيسيال جو ليبر لا بار سون فيتاس انيسيال سيتادير Si je libère la barre sans vitesse initiale, c'est-à-dire sa vitesse à t égale à 0, il y a 0. Il y a un radib de mener, non 0. Voilà qui devrait 0, je radine Z, décroissante ou la croissante. Donc si je libère sans vitesse initiale, menez-le, entre la barre, donc la vitesse non régulière, il va augmenter. C'est-à-dire, bien, la courbe va être croissant jusqu'à une valeur maximale, puis. فين غتكون هاد الفالور ماكسيما غتكون فاش غيدوز من الزيرو من هنا ابخي لانه فاش غيوصل هنايا فاش غيبقى يفوت لا بوزيسيون ديكيليب غيبقى غادي تينقص علاش لانه تيتهيأ انه يوقف فين في موان تيتا ماكس تيتهيأ يوقف هنا في موان تيتا ماكس باش عاوتاني يرجع اذا السرعة ديالو تبقى ديالو كتنقص فوالا ها انتما غيطلع غتجيب لزيرو توصل لزيرو عاوتاني غادي يرجع عاوتاني من هنايا من هنا غادي يرجع كي غتكون السرعة ديالو نيجاتيف لأنها في لسونس أوبوزي ديال لونجل موان تيتا ماكس موان تيتا بوان ويطلع عاوتاني إكسيتيرا فوالا تنحاولو نرسموها كيف ما خصو يكون دونك هنايا هادي تيتا بوان ماكس هادي موان تيتا بوان ماكس سي بون طيب هنا غادي نقول لك ديتيرميني تيتا ماكس ديتيرميني تيتا ماكس هنا اون سي بيان كو هنا بيان سور خصك تعرف كيفاش جبد هذيك تيتا ماكس اون سي بيان كو تيتا دو تي ايت ايكال تيتا ماكس كوس دو بي تي زيرو تي بليس بي دونك تيتا بوان تيتا بوان هي لا ديريفي ديالها ياك هنا تيتا بوان شنو كتساوي موان تيتا ماكس دو بي تي زيرو سينوس دو بي تي زيرو تي بليس بي فين هي لا فالور ماكسيمال دابا فين هي لا فالور ماكسيمال هي هادي هي تيتا ماكس دو بي تي حيت باش تكون تيتا بوان باش تكون هاد تيتا بوان هادي لا فيتاس تكون ماكسيمال خص يكون سينوس ايكال موان زا هنايا في هاد الحال ها ولا نديرو ولا نديرو ايكال ان بلا فالور ابسولي ديال تيتا بوان دونك خص يكون كيساوي مثلا واحد دونك شنو غتولي الا كان كيساوي واحد شنو غتولي تيتا بوان ماكس تيتا بوان ماكس بلا فالور ابسولي ديالها تساوي تيتا ماكس de pi sur t0. Donc je peux calculer θ max. Donc θ max égale θ point max fois t0 sur 2 de pi. Et je calcule θ max. θ point indique la courbe, t0 indique la courbe,
voilà, depuis, je trouve le tétanos. Jamais. La même chose, Binisba, l'accélération. C'est-à-dire l'accélération angulaire, θ2. انا غير خديت بحال هكا هذا بالنسبه لي سيونس مات ممكن نمشيو بلو لوان عاوتاني ممكن نمشيو بلو لوان افون دو باسي للتيتا بوان نمشيو للتيتا دو بوان نمشيو للتيتا بوان واحد لوكا اخرى غادي بار سكوند ماتنون لا باغ ديالي الي دي بي اي بلونغل تيتا جو ليبر لا باغ افيك اون فيتيس انيسيال اللي هي تيتا بوان زيرو ماشي سون فيتاس افيك اون فيتاس انيسيال دونك غادي نبدا من واحد لا فيتاس انيسيال تيتا بوان زيرو ياك شنو غيوقع لا فيتاس ديالو غادي تزاد تيتا بوان زيرو غاتزاد لان هنايا كتزاد لا فيتاس دونك غاتولي عندنا مونطاسيون لا فيتاس ديمينيسيون اكسيتيرا فهمين دونك هادي اون اوتر ميثود اون ديتيرمين لو في اللي بغينا حنا نديتيرمينو هنايا دائما في ركزوا غير على واحد الحاجه ا تي ايغال ا زيرو ها هي تيتا بوان دو زيرو هي هادي تيتا ماكس هي هادي شوفوا لا غولاسيون بيناتهم غتلقاو بيان سور بان فيه غتساوي بليز او موان لا ديريفي وشوفوا الداله في جوار الصفر كي دايره تزايديه كخواسونت يعني غيكون الاشتقاق موجب يعني السينوس خصو يكون سالب لانها تكون معادله ها هي غير الشقاق ديالها غنشقو تيتا دو بوان بيان سور صافي تيتا دو بوان تكون كوسينيس ماشي سينيس تكون كوس يعني كاين مو تكون كوس خصها تكون سالبه دونك نخرج هذيك الساعه فهمي فوالا دونك هذه هي لا ميثود اللي نستعمل بالنسبه لي سيونس مات حاولوا انكم شنو تهضرش بالنسبه تهضر انا من اون جينيرال على لوكو ما كنهضرش على الوطني ولا شي حاجه بالنسبه لي سيونس مات حاولوا تشوفوا لي فورميل ديال الكوسينوس سينوس فاهمين دونك دوك لي فورميل تريغونوميتريك ولا اريتميتيك لي فورميل اريتميتيك بحال كوس الفا بلس بي سور 2 كوس موان الفا اكسيتيرا تعرفوني ان اون يوتيليز بيان هاد لي فورميل فهاد هاد لا ناتور ديال لي كوب سي بون غنمشيو دابا التيتا دو بوان لاكسيليراسيون لاكسيليراسيون كي غتكون تيتا دو بوان بالغاديون بار سكوند اون فونكسيون دو تي اون سكوند دونك شنو غيكون عندنا بروميير ا تي ايغال ا زيرو عندنا ا تي ايغال ا زيرو تيتا بوان ايغال زيرو تيتا بوان ايغال زيرو ياك يعني هنا اون ليبير لا بار سون فيتيس انيسيال ها هي تيتا ماكس هنا اون ليبير لا بار تيتا بوان دو زيرو ايغال زيرو سون فيتيس انيسيال سي بون Donc, l'accélération, est-ce qu'il va être positif ou négatif? Est-ce qu'il va passer par le zéro ou non? Non, je ne sais pas. Donc, il a dit que θ.2 égale à 0, ça ne veut dire pas que θ.2 égale à 0. Hadith, ça ne veut dire pas que θ.2 égale à 0. C'est bon? Parce que, allez, parce que θ.2 شنو هي تيتا دو بوان هي لا ديريفي دو تيتا بوان سور تيتا يعني تيتا دو بوان هي تيتا كون تي ايغال زيرو يعني اش غنديرو هي الكوفيسيون ديريكتور او فوازيناج دو زيرو دونك ما تكونش نيجاتيف ما تكونش نيل غتكون عندها اون فالور فهمت ça veut dire pas bien on a la dérivée au voisinage de 0 ديال تيتا دو بوان دونك غتكون عندها une valeur mais واش هاد la valeur il faut 3
ou bien décroît. Je vais dire la réponse. Donc, puisque la vitesse est née, de côté, faire de côté, faire de l'autre partie. La vitesse augmente. La vitesse augmente. يعني هنا شنو غيوقع الاكسيليراسيون الفا اوغمونتي لان في شاك بوين الى درنا لا فارياسيون غنلقاوها كروسونت دايور لا تشوفوا هنا الى درنا في شاك بوين درنا لا طونجونت غادي نلقاوها كروسونت دونك غتبدا من واحد لا فالور اللي هي تيتا 2.0 جوسكا واحد لا فالور اللي هي تيتا بوين ماكس تيتا 2 بوين ماكس وي ترجع moins θ point max, etc. Voilà, à quel âge qu'on est, non? Moins θ de point max. À quel âge qu'on est. Donc, tu as mis une note là. Il y a un chiffre forcément. Il est quand θ point 0 nul, c'est-à-dire θ de point là, nul. Non, mais qui n'est-ce? Parce que θ de point là, la dérivée de θ point par rapport à θ. Et alors, si vous voulez θ de θ point égal à 0, on va dire point, on va dire la fonction. Et alors, si vous voulez θ égal à 0, on va la dérivée θ égal à 0. Ou la dérivée θ égal à 0, il est la dérivée θ point. θ point, il y a moins θ m2 puis θ0 sinus. Ça dépend de φ, la phase φ, bien sûr. Terminé. على حسب لي طاج ديالنا حنا لا فاز في كيفاش داير تقدر تكون ايغال فوالا تقدر تكون ايغال ا زيرو تقدر تكون لا على حسب لا فاز في كيفاش داير فهمتي حسب لا فاز في كيفاش داير يعني تقدر اذا كانت باغ اكزومبل الا خدينا في ايغال بي سور 2 غتكون عندنا تيتا دو بوين ايغال ا موان تيتا ماكس ياك دو بي سور تي 0 او كاري هادشي دابا تنقول راه ديستيني لي سيونس مات ماشي لي بيس سينيس كوس سينيس غتكون لان لا ديريفي كوس دو بي تي 0 فوا 0 غتمشي ياك راه غنكتبها دو بي تي 0 تي بلوس بي سور 2 الا كان دابا تيتا دو بوان فوازيناج دو 0 ايكال موان تيتا ماكس دو بي سور تي 0 او كاري cos pi sur 2. Cos pi sur 2. Il est quand même K, cos pi sur 2, 0. Atmichi. Voilà. Non, θ de point con 0 égale 0. Tu donnes 0. Voilà qui. Atmichi, tu es à l'arbeuse, tu es à l'arbeuse de la phase TIF. Dans l'arbeuse de la phase. C'est bon? Donc, on a déjà dit comment θ de point. θ de point de 0, 10 minutes. بديت منها فهمتيني بديت من هادي ماشي بديت من في ايكال بي سيغ دو حيت الا كانت في ايكال بي سيغ دو ديك حضرة اخرى فوالا دونك غير باش تعرفوا كيفاش تعللوا لاكسيليراسيون سي بون فوالا دونك هذا غير بالنسبة لي سيونس ما حاولنا شي شوية نمشيو شي شوية بعد دونك ماتنون باس l'expression تعبير T0 نرجعو شي شوية الحاجة النورمال تعبير T0 l'expression de T0 نفس الشيء اللي كنا درنا شحال هادي l'expression de T0 on remplace θ de T اللي هو الحل θ max cos 2π T0 T plus π dans l'équation différentielle نعود في المعادلة التفاضلية أو لا أو ننجكت في المعادلة التفاضلية نعود في المعادلة التفاضلية نعود في المعادلة التفاضلية لأن المعادلة التفاضلية هي تيتا دو بوان بلوس سي على جي دلتا تيتا إيكال زيرو ولكن قبل أن ندير التعويض باش ما يجيش طويل غادي ندير الشقاق الثاني دونك تيتا بوان il y a moins θ max 2π sur T0 sinus 2π sur T0 T plus φ et θ de point, il y a moins θ max
الشرح ديال السينيس هو الكوسينيس ياك، ولكن عاوتاني خرج واحد 2 بي على تي 0 او كاري كوس 2 بي تي 0 تي بلس شنو هي هادي؟ هي تيتا دو بوان ايكال موان 2 بي سور تي 0 او كاري تيتا دو تي، هي تيتا دو بوان. دونك جو رومبلاس ليكواسيون ديفيرونسيال اش عطاتني؟ موان 2 بي sur T0 au carré θ plus C lege delta θ égale 0. Donc, atteignez à dire H, il a choulé à dire le chra, atteignez à C lege delta égale 2 pi T0 au carré. Donc, T0, atteignez à racine C lege delta égale 2 pi sur T0. Donc, chaque atteinte, T0, je vais savoir T0. T0, donc là, on a tout lié de pi racine G delta sur C. Voilà. Tu peux donner la courbe, dire T0 en fonction de C ou la T0 en fonction de G delta. C'est bien. On va faire un peu de temps. Voilà. Dans le cas, في حالة, هذه ملاحظة اللي غادي ناخدوها. ملاحظة. Ou la remarque. في حالة عارضة بها سحمتين يعني si nous avons deux une barre liée deux masses marquées عندهم نفس la masse M M وبعد بنفس المسافة D D كيولي عندنا الجي دلتا مختلف لأن الجي دلتا شنو هي؟ G delta, il indique la répartition de la masse autour de l'axe. G delta, qui est là, tu as dit, il est là, 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 G delta prime, qui est là, G delta de la barre, plus juge M d'écart. Plus 2M d'écart. هادي هي ليكسبرسيون ديال جي دلتا بريم ايكال جي دلتا بلس 2 ام ديكار فاهمين فوالا دونك هذا هو ليكسبرسيون بيان سور لا تغيير تي 0 ولا تغيير جي دلتا بريم غيتغير حتى تي 0 دونك ممكن اننا نديروه الى تغيير هذا غيتغير الاخر تولي عندنا هنايا إلا بغينا نلقاوها غتولي عندنا شنو هي الجي دلتا نعبرو على الجي دلتا بدلالة تي زيرو نلقاو الجي دلتا بخيم فهمت مثلا الجي دلتا بخيم شنو غيساوي لينا غيساوي لينا هو تي زيرو على تي زيرو كاري على 4 بي او كاري ياك فوا سي بليس 2 ام دي او كاري فهمت ممكن نعوضو في تي زيرو ألقى ممكن نعود هذا في زيرو جديدة ألقى فوالا دونك هذا كونسيرنون ليتيد سينيماتيك هادشي اللي كاين عندنا على قبل الدراسة التحريكية نمشيو دابا الدراسة الطاقية ليتيد سينيتيك أو إنرجيتيك باط دونك هنايا عندنا كيف قلنا عندنا لينيرجي ميكانيك الطاقة الميكانيكية الطاقة الميكانيكية اللي هي انرجي ميكانيك دونك هاد الانرجي ميكانيك فيها انرجي سينيتيك الطاقة الحركية سي بويس دابا الغوطاسيون ما غاديش تخرج على 1 دومي ام في كاري تولي لنا 1 دومي جي دلتا تيتا بوان او كاري ما عندناش 1 دومي ام في او كاري لان 1 دومي ام في او كاري كتكون في الازاحه المستقيمين دونك 1 دومي جي دلتا تيتا بوان او كاري وعندنا طاقة الوضع
Énergie potentielle. Énergie potentielle. EP. PA. EP, je ne fais pas. EPP plus EPT. Tata toi. Allez. Dernier. Non. On dirait non. Énergie potentielle. Enda. Tata toi. Tchakalia. Énergie potentielle pesanteur. Tata toi. Tchakalia. Énergie. Potentiel de pesanteur. Ok, na. Ta katwa dali. Énergie. Potentiel de torsion. Donc, hadi, kan arfo aya EPP, katsawi MG, Z plus constante. Ou hadi, aya EP. T torsion égale à 1 demi C theta au carré plus constante. Dans la constante que tu as le l'état référentiel. L'énergie cinétique, tu as le problème. Il y a EC qui est 1 demi G delta theta point au carré. Il me fait un échec, il me fait un échec. Quand tu as le droit, il y a un droit de l'échec. دونك طاقة الوضع اللي غنهضروا عليها حنايا فيها اللي والتقالية. إذن غادي نشوفوا هاد صراحة هاد سميتو هاد نواس اللي في الدراسة التقليدية ما صعيبش فيش شي ما فيش احتمالات كثار بحال ديال نواس المالي. نواس المالي هو اللي ربما فيه احتمالات كثيرة بزاف. فوالا الى هضرنا على طاقة الوضع اللي او لا طاقة الوضع بصفة عامة. دونك طاقة الوضع لينيرجي بوتونسييل قلنا فيها بيزونتور بوتونسييل فيها او بي بي. دابا واحد الحالة دابا الى كان الجسم الى كانت العريضة شوفوا معايا الى كان نواس الليل يتحرك في موضع افقي يعني العارضه كتحرك غير افقيا فاهمين يعني مثلا عندنا هذا هو نواس الليل ديالنا هذه العارضه كدير حركه الذهاب واياب هنا يعني في مستوى افقي غير هذا المستوى هذا يعني ما كتغيرش الزيت ديالها الزيت ديالها لا يتغير هنا وبالتالي ما كاينش كيتغير الزيت ديالها فهي صفر او بي بي لان غادي ناخذ كحاله مرجعيه هذا المستوى الافقي مثلا غادي نقول نختار اون شوازي كوم ايتا ريفيرونسيال نختار كحاله مرجعيه لطاقه الوضع التقاليه طاقه الوضع التقاليه المستوى الأفقي المار من موضع التوازن مستوى الأفقي المستوى الأفقي الذي ينتمي له من موضع التوازن مش المار مستوى الأفقي الذي ينتمي إليه لا مستوى الأفقي الذي ينتمي له من موضع التوازن مستوى الأفقي الذي ينتمي له موضع التوازن موضع التوازن و دونك هنا غادي ناخذو اون شوازي كوم ايتا ريفيرونسييل comme état référentiel de l'énergie potentielle de pesanteur de l'énergie potentielle
de pesanteur. Le plan horizontal. Qui contient la position d'équilibre. C'est-à-dire, BNNA, Frédéric Blassa, EPP égale 0. Donc, EPP égale 0. Fif le plan horizontal. Avec le plan horizontal, on va quitter la barrière. صافي طاقة الوضع دابا الليل طاقة الوضع المرنة هذيك طاقة الوضع التقالية انرجي بوتنسيال بيزونتور نمشيو دابا لطاقة الوضع التقالية طاقة الوضع لي pardon énergie potentielle de torsion ونديرو نختار كحالة مرجعية نختار كحالة مرجعية بطاقة وضع اللي وضع اللي عندما يكون السلك غير ملتوي عندما يكون السلك غير ملتوي شو يعني غير ملتوي؟ يعني الزاوية تيتا تساوي صفر يعني تيتا كاب زيرو اون شوازي كوم ايتا ريفيرونسيال دو لينيرجي بوتونسيال de torsion, potentiel de torsion, quand, ou là la position où le fil n'est pas tordu, ou là la position d'équilibre, fil n'est pas tordu, ou bien la position d'équilibre. C'est-à-dire BNNA, EPP, EPT, on a EPT égale à 0 quand θ égale 0. Ou tu l'as à 0 égale à 1 demi, c'est 0 plus constante. C'est-à-dire la constante égale 0. Ou tu l'as à EPT égale à 1 demi, c'est θ au carré. فهمي يعني كونستانت ايغال زيرو لان ما نختارو عندما يكون السلك غير ملتوي ما ضايرش يعني الزاويه تساوي صفر يعني الحاله المرجعيه لي ريفيرونسيال يعني امتى او بي بي كتساوي امتى او بي تي كتساوي صفر يعني هنا الحاله المرجعيه قلنا هذيك الخطره او بي تي ايغال زيرو هي الحاله المرجعيه يعني خذ او بي تي كتساوي صفر فاش كتكون ديتا كتساوي صفر عوضهم وتقرا كونستانت صافي واخا
نشوفوا دابا التمثيل ديال طاقة الوضع. هاد طاقة الوضع هاي نشوفوا معايا هادي كيفاش دايرة؟ هي عبارة بدلالة الطيطة، هي عبارة عن دالة شل جنب، والتمثيل ديالها غيكون بحال هكا. حنا عندنا او بي تي كتساوي، اسمحوا لي، او بي تي هادي ماشي او بي بي، او بي تي، او بي تي كتساوي واحد على جوج سي تيتا او كاري. خديناها كونستانت تساوي صفر، انا خديناها كونستانت تساوي صفر. اذا او بي تي كتساوي واحد على جوج سي تيتا او كاري، دالة شل جنب بدالة تيتا، يعني هنا مثل او بي بدالة تيتا. هاهي تيتا شو؟ هاهي تيتا وهي او بي تي طاقة. إذا أول طاقة كتكون عندنا هي طاقة وضع، لأن فاش كنزيح، فاش كنزيح العريضة بزاوية تيتا ماكس، السلك كيتلوى، لو فيل إلي توردو كيتلوى. سيتادير فاش كيتلوى شنو يعني؟ أنه اكتسب واحد الطاقة نتيجة التشوه ديالو، كيف شفناها في النواس المالي كوندول إلاستيك، يعني هنا اكتسب واحد طاقة. ها هي او بي تي. دونك فاش غنطلق انا هذاك العريضة، نطلق لا بارغ، شنو غتوقع؟ غيترجع. شكون اللي غادي يرجعها؟ الا شفناها بالمنظور العامي ديالنا غادي نقولوا رجعت، حيت لوينها رجعت، ولكن حنا تنشوفوا بلا فيزيون فيزيك، بالمنظور الفيزيائي، وبالمنظور الفيزيائي رجعت، لان ذاك السلك كان يكتسب طاقة، هو اللي ديك الطاقة هو اللي تيحاول أنه يردها. سيتادير بأن الطاقة ديال اللي كتسب السلك كيبدا شنو كيدير؟ كيبدا يستعملها، كيبدا يستعملها. دونك هذيك الطاقة اللي كيبدا يستعمل ها هي كنلاحظوا بأن غاديو كتنقص، الطاقة كتنقص موازاة مع تناقص الطاقة ديال الوضع. شنو كيوقع؟ الطاقة الحركية كنا شفناها، أن الطاقة الحركية كتبقى غادية وكتزاد كتزاد كتزاد إلى غاية القيمة القصوية. هنا بطبيعة الحال في غياب الاحتكاكات، دونك لاكولور باش يبان ليكم مزيان. إذن هاهي كتزاد، لاحظوا معايا غادي نرسمها شي شويه هاكا عوجة، ولكن المعنى راه وصلناه. شو هي الطاقة الحركية؟ كتبقى كتزاد كتزاد الى غاية قيمة قصوية اللي كانت عند طاقة الوضع. من بعد هنا فين غتوصل هاد القيمة؟ توصلها في موضع التوازن عندما تكون تيتا تساوي صفر، يعني في موضع التوازن، ولكن ما غيوقفش هو الجسم العريض، ما توقفش تما، غتكمل المسار ديالها ناقص تيتا ماكس، ناقص تيتا ماكس. فاهمين؟ إذن هنا كيف قلنا سابقا، في كل لحظة، في كل لحظة عندنا طاقة وضع إنرجي بوتنسيال دو تورسيون، وعندنا طاقة حركية، يعني هذه او بي تي، وهذه راها اس، وهذه راها اس، مجموع ديالهم ويعطينا او ام، لان الطاقه الميكانيكيه كتساوي اس بلس او بي تي كل لحظه. اذا كيفاش دايره الطاقه الميكانيكيه؟ فهي ثابته، هي ما كتغيرش، هي دائما كيوصلوا لنفس القيمه. فاهمين؟ إذا خصنا نبينو بأن الطاقة الميكانيكية تبقى ثابتة، كيف بيناها في النواس المالي؟ لنبين أن أو إم تنحافظ، فوالا عندنا أو إم كتساوي أو سي بليس أو بي تي، على أساس أن أو بي بي تساوي صفر، دونك أو إم هي واحد على جوج جدلتا تيتا بوان أوس اثنان زائد واحد على جوج سي تيتا أوس اثنان. نعوض، دونك أو إم تساوي واحد على جوج جي دلتا، شناهي تيتا بوان؟ هي الإشتقاق ياك، تعطينا هي ناقص تيتا ماكس دو بي على تي زيرو سينيس
دوبي على تي زيرو تي بلس في انا دابا خدمت انا بصفه عام زائد واحد على جوج سي تيتا ماكس اس اثنان كوس اس اثنان دوبي على تي زيرو تي بلس في اسمحوا لي دونك او ام يساوي واحد على جوج جي دلتا هاد اس اثنان غتدخل غتمشي ديك المويه كتولي تيتا ماكس اس اثنان دوبي على تي زيرو اس اثنان sinus cos اثنان دوبي على تي زيرو تي بلس في بلس واحد على جوج سي تيتا ماكس اس اثنان كوس اس اثنان دوبي على تي زيرو تي بلس في دوبي على تي زيرو اس اثنان يلا شفناها ها تي زيرو لدينا تي زيرو هي دوبي جذر سي على جذر ياك باردون جي دلتا على سي جي دلتا على سي اذن الى درنا هنايا عوضنا هنايا غتمشي دو بي مع دو بي الاس اثنان غادي يحيد ديال الجذر وغادي تقلب هاد السي على جي دلتا ياك غتولي عندنا هادي منها هي تي زيرو على دو بي كتساوي جذر جي دلتا على سي يعني ان دو بي على تي زيرو هي جذر سي على جي دلتا يعني الا عوضنا هنايا تولي عندنا او ام سي واحد على جوج جي دلتا تيتا ماكس اس اثنان ونعوضو هاديك الجذر اللي مشي مع الاس غيولي عندنا سي على جي دلتا سينيس اس اثنان دو بي على تي زيرو تي بليس في بليس واحد على جوج سي تيتا ماكس اس اثنان كوس بلس اثنان دو بي على تي زيرو تي بلس في دونك هنايا غادي يتم الاختزال ما بين جي دلتا جي دلتا غتبقى ليا او ام كتساوي واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري سينيس او كاري دو بي على تي زيرو تي بلس في بلس واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري كوس او كاري دو بي على تي زيرو تي بلس في لاحظوا معايا عندنا واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري وهنا سينيس او كاري كوس او كاري دونك الى عملنا غتولينا عندنا او ام كيساوي واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري عامل سينيس او كاري دو بي على تي زيرو تي بلس في بلس كوس هادي راه تيطلبها منكم تبينوها دو بي على تي زيرو تي بلس في هذه تساوي واحد إذن ام تساوي واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري تساوي كونستانت إذن الطاقة تنحافظ عقل على هاد العلاقة طلبوا منكم بينوها ما طلبوش منكم استعقل بأنك تخدم بها واحد على جوج سي تيتا ماكس او كاري هي الطاقة الميكانيكية فهي تبقى ثابتة تبقى ثابتة فاهمين اذا نقدروا هنايا نحيد هذه المنحنيات لان غادي نحتاج هذا الكوب هذا بحال هكا بحال هذا المنحنى نقدروا نخدموا به ويقول لك حدد لي تيتا ماكس تيتا بوان ماكس السرعه القصويه شحال كتساوي السرعه القصويه حنا كنعرفوا ان او سي ان او ام كتساوي او سي زائد او بي او بي اللي هي او بي تي لان او بي بي كتساوي صفر هاد الحاله هادي ديالنا دونك باش تكون تيتا بوان ماكس قصويه تحديد تيتا بوان ماكس pour que theta point max soit maximal theta point max c'est la vitesse soit maximale, il faut que EP égale 0. Il y a une chose qu'on a dit max, EP qui est 0. Donc, on a tous les EM égale à EC max. Donc, je n'ai pas EM. On a ce qu'on a fait de l'expression. On a vu qu'on a dit ce qu'on a dit, on a dit qu'on a dit. Donc, il y a 1 et 2, C theta max au carré, égale à 1 demi, G delta, θ point max
هنا ماشي تيتا فوالا تيتا ماكس هي هذيك مشات هذه مع هذه غتعطينا هذه هي تيتا بوان ماكس هنا او كاري تيتا بوان ماكس او كاري ايغال سي على جي دلتا تيتا ماكس او كاري دونك تيتا بوان ماكس ايغال راسين سي على جي دلتا تيتا ماكس بيان سور بليز او موان فهمي فوالا هذا une expression de theta max, zaïd ou naqis, positif ou bien négatif. Tu as mis, maintenant, on va dire plus ou moins. Voilà. Donc, هذا theta ou là le باش نبينو ان الطاقه تنحفظ. ثم باش نلقاو theta point max, باش نعرف بان الا كانت الطاقه وحده قصويه الاخرى تكون نيل منعدمه. سي بون؟ مزيان. دابا نشوفوا l'utilité de la conservation. استعمال الانحفاظ. الانحفاظ ممكن نستعمل باش نلقى المعادله التفاضليه. وهذا البارتي تتهم كذلك علوم الرياضيه. كنعطوها اليوم نيت العام اللي فات في امتحان الوطني. دونك تيقول لك باستعمال انحفاظ الطاقه باستعمال انحفاظ الطاقة أوجد المعادلة التفاضلية. En utilisant la conservation d'énergie, trouver l'équation différentielle. يلا. استعمال أو باعتمادك انحفاظ الطاقة أوجد المعادلة التفاضلية. هنا انحفاظ الطاقة شو تيقول ليا؟ طاقة ثابتة بما أن puisque la conservation puisque EM égale à constante donc sa dérivée elle est nulle. ها هو المبدأ c'est-à-dire ولا إذن la dérivée ديال EC par rapport à DT plus la dérivée ديال EP par rapport à dt égale 0. Nous un demi g delta, la dérivée de θ point au carré par rapport à dt, plus un demi c, la dérivée de θ au carré par rapport à dt égale 0. La dérivée de f aussi, il y a juge ff premier, juge maïs, juge mouchi, g delta, θ point, θ2 point, z. جوج مع جوج مشات سي تيتا تيتا بوان يساوي صفر لان كنشتقوها اف اف بريم الاصليه في المشتقه الاصليه هي تيتا والمشتقه هي تيتا بوان هنا الاصليه هي تيتا بوان والمشتقه هي تيتا دو بوان نعملو تيتا بوان عامل جي دلتا تيتا دو بوان بليس سي تيتا ايكال صفر تيتا بوان كتخالف الصفر تعطينا ان جي دلتا theta de point plus c theta égale 0. Passons à la g delta, on a theta de point plus c la g delta, theta égale 0. Il y a un moyen de l'équation différentielle. C'est bon? Il y a dit. Voilà, donc d'abord nous avons en fonction de t. En fonction de t, le monde a le zéro, le moyen de l'année, j'ai bien qu'il cache au لان علاش لان او بي تي هي واحد على جوج سي تيتا او كارياك بليس كونستانت كتساوي صفر لقينا في الحاله ديالنا اذا اش هي تيتا تيتا هي تيتا ماكس ياك يعني هذه هي او بي تي واحد على جوج سي شنو هي تيتا ماكس اس 2 كوسينوس اس 2 دو بي تي زيرو تي بليس في هاي يعني هذه داله جيبيه فاهمين دونك هذه داله جيبيه ها هو الدور هذا الدور من شنو هو هذا هو تي الدور ديال الطاقه ولكن تي زيرو راه من هنا لهنا الدور الخاص لا بيريود بروبر راه من هنا علاش لان لاحظوا معايا ما بقاتش عندنا قيم سالبه لان في الداله الجيبيه كان عندنا قيم سالبه هنا ما بقاوش يعني دوك القيم السالبه كلهم اللي كانوا تحت طلعوا
سيتادير داكشي باش كنا كنحددو حنايا هاد نورمالمون هاد القيمه هادي هاد لافالو هادي كان انا نورمالمون راه الثيتا ديالها راه نيجاتيف كان لتحت هنا يعني كون بغينا نرسموها بالثيتا تكون دايره بحال هكا ولكن بما ان الثيتا ديالها نيجاتيف فاش بغينا نحسبوا الطاقه الثيتا نيجاتيف الاس غيولي بوزيتيف هاد القيمه القيمه ديال الطاقه رجعت موجب هاي هنا هادشي علاش تي زيرو كيولي كيبان لكم بحال لا كاين ما بين ثلاثه ديال القيم القصويه هو راه غير نفس الدور هادشي علاش كنهضروا على الدور ديال الطاقه ها هو تي وكاين بحال هنا الدور ديال الطاقه هو 1 سكوند ولا قلت خرج ديال الدور الخاص هو 2 سكوند فهمت هنا نفس الشيء هنا هذا راه هاد الشكل راه جبتو انا من واحد الامتحان وطني كنحط الا قال لك حسب لي مثلا الطاقه الحركيه هي هادي حيت الا كانت لاحظوا معايا هنايا الطاقه ديال الضحكه كتساوي هنا صفر انرجي بوتونسييل تورسيون كتساوي صفر اذا في الطاقه الحركيه غتكون هي القيمه القصويه هي هادي حيت الا كانت الوحده منعدمه الاخرى كتكون قصويه واخا ما عطاكمش المنحنى نتوما خصكم تعرفوا هذه العمليه ان الا كانت وحده منعدمه الاخرى راه كتكون قصويه يعني ها هي اس سي ماكس ها هي نفس القيمه اللي كانت يعني 1.8 نبقاو غاديين 1 2 3 4 تقريبا 5 المربعات في 1.8 فاهمين يعني تما خصك تخدم بها وتعرف شحال القيم يعني تما غتكون هي 9 ملي جول يعني 9 ملي جول يعني الطاقة الحركية 9 ملي جول ممكن نخرج مجموعة من الأشياء من هاد العلاقة سي بون فوالا واحد الحاجة قبل ما ننسى لأن كنت بغيت نقول لكم حتى في النواس المالي ونسيتها هو أننا ممكن نحدو الدور بواحد الطريقة أخرى الدور من غير منحنيات من غير العلاقة يقدر يقول لك تحدث او يحدث 10 تذبذبات خلال 5 ثواني on effectue 10 oscillations dans une dans 5 secondes on effectue 10 oscillations dans 5 secondes. C'est-à-dire 10 oscillations, c'est-à-dire 10 périodes. Ça, dans 5. Oscillation, yani, tadabdoub, ou dawa. Tadabdoub, ou alors, kimchi wahed, qima qoswi, ou rja'l qima qoswi, yani kimchi wahed nokta, ou rja'l nfs nokta. Hada kitsma tadabdoub, yani huwa ibara 'an dawa. 10 adwar 5 ثواني اذا الدور هو 5 على 10 فهمت هذا مثال 10 اوسيلاسيون دون 5 سكوند سي تادير بان عندنا 10 ديال لي بيريود كيداروا 5 سكوند يعني 10 لي باي بيان 10 الذهاب واياب 10 منهم 5 ديال الثواني يعني الدور 5 على 10 فهمت وكي تنخرجوا الدور دونك هنا بقى لينا واحد نهضروا على فقط الخمود ونساليو هاد الفيديو ان شاء الله دونك الى عندنا دابا خمود التذبذبات لامورتيسمون لامورتيسمون دي زوسيلاسيون بيان سور ما كتقراوش المعادله التفاضليه في البروغرام ولكن تقدر تلقاو دي زيكزيرسيس ها L'amortissement des oscillations, c'est-à-dire BN, l'énergie potentielle est l'oula, EPT, 4 nqs, l'ahdomaïa, EPT 4 nqs, ou E, c'est 4z, ou alors qu'il y a 4z, la valeur, les 15, et là, je vais en a kaina, amortissement, le khomoud, l'RLC,
ثم الـ EC الانرجي سينيتيك كتنقص و PT كتزاد وكيبقى هاد الالتيرنانس هذا بيناتهم ها هي الطاقة ميكانيكية غير منحفظة يعني تتناقص. هنا ممكن يهضروا لك على الطاقة المبددة الطاقة اللي ضاعت الانرجي ديسيبي بار افي دو فروتمون دلتا E ايوا افي جو شنو هو هي E ميكانيك فينال في الانستون تي فينال موان E ميكانيك الانرجي ميكانيك في الانستون انيسيال يعني مثلا بنحسبوا الانرجي هنا ما بين هذه اللحظه هذه تي انيسيال وهذه اللحظه تي فينال شنو تحسبوا حسب الطاقه الميكانيكيه في هذه اللحظه حسب الطاقه الميكانيكيه في هذه اللحظه الطاقه الميكانيكيه شنو هي الانرجي ميكانيك هي E C بلس E P جبدوا من المنحنى جبت او سي او بي تي في كل لحظه وعوض القاع غتلقاها سالبه ممكن ديرها قيمه المطلقه فاهمين ممكن نهضروا على لو ترافاي هذا هو اللي مهم دابا لو ترافاي دو كوبل دو تورسيون شغل مزدوجه الليل دبليو في سي كيساوي واحد على جوج سي تيتا 1 او كاري موان تيتا 2 او كاري يعني تيتا انيسيال موان تيتا فينال انتر هنايا تيتا انيسيال تيتا فاهمين يعني الا عندنا المنحنى ديال تيتا بدلاله الزمن ممكن نحسبوا لو ترافاي ديالها نعوضوا تيتا انيسيال الزاويه البدئيه والزاويه النهائيه اللي غيوصل ليها نعوضهم ونحسبوا دبل في سي هاد دبل في سي هي واحد على جوج سي تيتا انيسيال اوس اثنان ناقص واحد على جوج سي تيتا فينال او كاري شنو هي هادي دونك دبل في سي كيساوي شنو هي هادي هادي هي او بي او بي تي انيسيال موان او بي تي فينال ممكن هي دبليو سي كتساوي موان دلتا او بي تي الى قال لك حسب لي لا فارياسيون دو او بي تي ممكن تحسبها لي لا فارياسيون تغير طاقه وضع الليل ممكن تحسبها لي من هنا تحسب الشغل ديال دبليو سي ولا تحسبها بالفرق اللي بغيتي فاهمين مثلا نعطيك مثال مثلا عطاوني المنحنى ديال تيتا بالراديان اون فونكسيون دو تي بالسكوند دير بحال هكا وقال لي احسب لي لا فارياسيون دلتا او بي ما بين اللحظه مثلا صفر واللحظه مثلا واحد غادي نقول بان دلتا او بي تي كتساوي ناقص شغل سي يعني هي ناقص واحد على جوج سي تيتا زيرو اس اثنان ناقص تيتا واحد اس اثنان ونجي ناخذ تيتا زيرو ها هي ها لا فالور ديالها تيتا زيرو هي هادي تيتا زيرو وهادي هي تيتا واحد ها هي بالراديان نعوضهم هنايا ونلقى دلتا او بي والعكس ممكن نحسب دوبل في سي الا عطاوني مثلا هاد المنحنى هذا ديال الطاقة ممكن نحسب دوبل في سي فهمت دونك هذا هو الدراسة الطاقية لانتيد انرجيتيك لانتيد سينيماتيك لنواس الليل فاهمين حاولنا نعطيو مجموعه من المعطيات المعلومات هنايا دونك الحصه الاخرى ان شاء الله غادي ندير فيها النواس الوازين فاهمين الدراسه الطاقيه ثم الدراسه التحريكيه يلا الى اللقاء في فيديو لاحق ان شاء الله ما تنساوش اللي بغى الفيديو الاول راه كاين في ديال النواس المرن غتلقاوه في لا ديسكريبسيون ديال هذا الفيديو هذا نيت وحاولوا تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم باش الفائده تاعهم نعم